El Chapo Beats, the hottest music producer. شو رح تعمل؟ على بالك شو هو الحل يا اختي؟ بس بدي اياكي تسامحيني. شو عم يعمل هاد؟ من هاد شو مصنوع؟ شو طينتك انت؟ شو طينتك؟ لك الجوع كافر كافر، كيف بدها طعمية كيف؟ لعين بلا هيك لسه الحل بس بدها جوعها. قال ما في حدا عم يعطينا اكل. اسمع يا اخي، اذا بدك تنحط بالتراب او تنحط بالصخر
بدك تجيب لي اكل الطعميه. ما حدا عم شغلني. اسمعني وركز معي، لانه هي بنت، والبنت ضلع عاصر، ضلع عاصر، ضلع عاصر. قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني رحمة من عنده. فهمان يا أخي، والبنت ضلع قاصر يا أخي، ما لا غيرك أنت السند الوحيد. إذا أنت هيك عم تعامله معناته لا عتب على الناس يا أخي. فهم مني هالكلمتين يا أخي، الأخت أغلى شيء بالدنيا، لأنه من لحمك ودمك يا أخي، من لحمك ودمك. لن تجد أحن من الأخت عليك. إذا أردت أن تعلم ما الأخت، انظر دائما لما تعبر عن مشاعرها. لا تراهن، لا تراهن على حب أختك لك، ربما هي تراهن لكن أنت لا تراهن، لأنك ستخرج خاسرا. فالأخت أنت تستيقظ تجدها تغسل لباسك، تعد طعامك، تدرسك، توصلك، تهتم بك، هي الركن الآخر بعد الأم. سلوا كل رجل فقد أمه، سلوه على من تتكئ، سيقول أختي. يا أخي أنا حاولت أشتغل، حاولت أنظف تواليتات، بس ما حدا عم يرضى يشغلني. لك رضيان أشتغل بالحجر، لك أشيل حجر على راسي، بس ما حدا عم يرضى يشغلني. ولو كان يا أخي، ولو كان الدنيا كبيرة والشغل كتير، بدك تدور لحتى تلاقي. فهمت علي كيف يا أخي؟ يا رب، أنت الوحيد اللي عليم بحالي. مشي معي من هون وراي أخي، إن شاء الله ما بتحتاج شيء. أنت وأختك رح تشتغلوا عندي، وشو ما بتحتاجوا عندي. الله يخليك يا أخي، لسه في ولاد حلال بالدنيا. مشوا معي، مشوا معي يا أمو، خلينا نروح أعرفكم على شغلك الجديد. تعال يلا.